الاستاذ الكبير استاذ احمد الشامي مشرف ومنور وبيتسو موسيماني اخبارك؟ مش نسيلك انا. بس ده كان سجال بيني وبينك، بس كان مدتها شهرين. بس يعني كانت المؤشرات كلها بتقول كده. سواء انا بس افكر الناس، استاذ احمد من شهرين كان معايا ثلاثة كمان بالزبط. قال لي بيتسو موسيماني ماشي مش هيكمل تعاقده معايا، وانا اقول له يا جدع مستحيل، راجل ماشي زي الفل وناجح، وهو يقول لي هيمشي. احمد من الناس المختار جدا في الاهلي يعني. لا يوم الناس هجمتنا كتير جدا صح بالليل تاني يوم، وكان في حظر كتير للفيديو نتقطع. خدت انا الخناقه انا. شيل بقى شويه. انت قلت الصح لا هو بص فرصه يديك حقك كمان. لا يعني انا بصراحه يعني بشكرك وبشكر برنامج وبشكر زمايلنا في كلهم في الاعداد، وطبعا الاستاذ احمد درمالي لما اتكلمنا يومها موسيماني حضر القرار فجاه كلمني قال لي فاكر؟ قلت له انا فاكر، خد بقى الفيديو لان هو كان معايا يعني. صحيح. موسيماني كان قصه قصه بتنتهي في النادي الاهلي مع حاله عدم الارتياح اللي عاشها بعد ما رجع من برونز كاس العالم. يعني عارف انت الراجل اللي رجع بالبرونز بس برضه مش مبسوط. هو عنده بحث عن عرض. خلاص السد والريان اعتقد وفقا للكلام اللي اتكتب ان هم خلاص مقفولين بالنسبه له. صح. اذا هو ما كانش عنده عرض رسمي في اي دوله عربيه حتى الان. حسب الكلام الاول ان هو عنده عقد لتحليل كاس العالم، وده امر طبيعي ما كانش هيعيقه في النادي الاهلي. صح. النادي الاهلي حتى تاريخه عنده مشكله مع المدير الفني. لكن عايز اقول لك بقى يعني معلومات تاني. يلا خلينا نقول ان النادي الاهلي رصد 400 الف دولار للجهاز الفني. عنده ثلاث مدارس بفاضل بينهم. 400 الف دولار ايه في الشهر؟ في الشهر. الجهاز الفني اوكي. مش خد بالك انت في عندك مشكله، دولار متحرك دلوقتي فبقت الامور. لا بس انا بس 400 الف دولار ده بنتكلم لغايه حتى لا حتى الدولار ده في السنه ده تقريبا يعني حوالي 5 مليون. هو انت كنت بتتكلم موسيماني كان باخد 200 في الشهر، فانت رصيد الضعف. فرصيد الضعف لان حركه الدولار عندك متغيره. فانت عامل اقصى رقم ممكن توصل له دلوقتي 400 الف دولار. عنده ثلاث مدارس بفضل بينها، مدرسه البرازيليه، مدرسه الالمانيه، مدرسه البرتغاليه. في مناوشات على مين اللي هيكون في الجهاز، سامي قمصان ومحمد شرف ولا محمد شرف بس. والوارد حتى حينه محمد شرف اللي يستمر، ممكن يكون في تضحيه بسبب قمصان. تضحيه بسبب قمصان ولا سامي قمصان عشان عنده عرض تاني؟ مش كده بس يعني ما نقولش تضحيه، ممكن نقول ان الكابتن سامي قمصان يدوله فرصه يبقى مدير فني في فريق الدوري عشان حرس الحدود فعلا بيفوت. النادي الاهلي كان عنده تجربه قبل كده مع الكابتن محمد يوسف والكابتن حسام البدري لما اشتغلوا على او ما قعدوا على منصب المدير الفني بقى في مشكله لاي واحد جاي. فهم انا اعتقد ان ده التصور ان هم مش عايزين يدخلوا فتره ان ما يجي راجل اجنبي فيبقى الراجل عنده تخوف.